السلام عليكم. في سؤال بيقول لو انا عايز اتعلم الريفت من البدايه، هل اتعلم على مشروع كامل ولا ابدا بالادوات ويكون كل حاجه على حده؟ طيب اعتبر ان احنا مثلا عايزين نتعلم لغه جديده، فتخيل واحد لسه بيبتدي ونقول له بقى احفظ يعني فقرات كامله واحفظ جمل كامله وحوارات كامله، اكيد هيتوه لسه. فالافضل ايه؟ بيبدا هو بالكلمات، ولازم يبدا يحطها في جمل، يعني ما يستناش. احنا مشكلتنا في الانجليزي ان بعد ما قعدنا 6 7 سنين نذاكر احنا حفظنا كلمات ومش قادرين نكون جمله. فانت الافضل ان انا بعد ما احفظ الكلمات على طول ابدا اكون الجمله، بمعنى اتفرج على الفيديوهات اللي هي بتقول لك ايه، ازاي ترسم حيطه، ازاي ترسم عمود، ازاي ترسم كاميرا، وتطبق. وبعد كده تبدا كل ما تحفظ مثلا 5 فيديوهات حاول تطبقهم كلهم مع بعض، تمام؟ ما تستناش لما تسمع 1000 فيديو وتقول بقى هخش اطبق، لان هتنسى والخطوات هتنساها. كل ما تسمع فيديو اطبقه، كل ما تسمع فيديو طبقه. سمعت 3 4 فيديوهات، طب انا عايز اشوف ال3 4 فيديوهات دول اعملهم في مشروع كامل. لو انا مثلا سمعت النمذجه الاساسيه للحاجات، يعني مثلا الارضيه بتعمل ازاي، الاعمده بتعمل ازاي، الحواف بتعمل ازاي، وهكذا، اروح عامل الجزء ده من المبنى، تمام؟ ما استناش بقى لما احفظ بالاسكادولات واحفظ والحاجات دي كلها، لا خد الادوات. بس خلي في بالك ان الادوات دي لوحدها ملهاش لازمه وهتوه. اغلب اللي بياخدوا كورس بيقول لك انا مش عارف ابدا ازاي، اروح فين، اعمل ايه. لو انت سمعت 3 4 فيديوهات وطبقتهم مع بعض وحاولت تدمجهم مع كل القديم، هتلاقي نفسك بدات تعمل 5 6 مشاريع على ما خلصت الكورس. فنصيحتي ليك ابدا اسمع الفيديوهات بالترتيب لاي شخص ما، بس لازم يكونوا بالترتيب. وبعد كده بعد ما تخلص ما تشتتش نفسك، تسمع واحد من ده واحد من ده واحد من ده، اسمعهم. وبعد كده كل ما تسمع فيديو طبق، تسمع فيديو طبق، سمعت 5 فيديوهات طبق كل اللي انت سمعته في مشروع. اعمل مثلا فيلا، بعد كده اعمل مثلا من البيت بتاعك لو انت عندك بيت، الحاجه اللي انت معاك المخاطب بتاعها ابدا اعملها. لا ده انا لسه ما خدتش ازاي ادخل الاوتوكاد في قلب الريفت عشان ابدا. خلاص اللي انت عارفه اعمله، وسيبك من التفاصيل اللي جايه بعد كده هتيجي، بس المهم تعرف اللي فات. وحاول بعد كده بعد ما خلاص سمعت مجموعه من الفيديوهات كويسه، تبدا بقى تقول ايه، طب انا هعمل بقى الفيلا بقى كلها. تبدا تمسك الفيلا من اولها لاخرها، وفي حاجات اكيد ما جاتش بالفيديو، مفيش سلسله شرح في العالم كله شامله كل حاجه. فتبدا بقى تدور بقى على الحاجات اللي ناقصاك هنا وهنا وهنا، تلاقي نفسك بقيت افضل واحد ممكن يشتغل في الموضوع ده.